مساء الكرام كرام ومرحبا بكم معنا في حصه جديده من برنامج ميادين وخلاله يوم حزين بالنسبه للاسره اسره اذاعه ميدي التي فقدت اليوم احد إعلاميها البارزين الأولين الذين حملوا المشعل في هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة منذ أكثر من أربعة عقود حيث وفته المنية اليوم صديقنا الإعلامي مصطفى السباعي وذلك بعد صراع مع المرض مصطفى السباعي الذي يعني يظل من الأصوات النادرة التي ميزت مسيرة وسنوات طوال الحقل الإعلامي الرياضي على وجه الخصوص هو أول صحفي رياضي في إذاعة ميديا وكان أول من يعني خصص حياته ومسيرته للتغطية الرياضية في العديد من المحافل الدولية وظل صوته مرتبطا بالنشرات الإخبارية وأيضا بالبرامج الرياضية سواء تعلق الأمر بالبرامج الرياضية الرياضيه اليوميه او باستديو الرياضه. السي مصطفى الذي وافته المنيه اليوم ويعني انا شخصيا من الاشخاص الذين عاشروا الرجل وبطبيعه الحال كان هو الاخ الاكبر الذي استقبلنا هنا في مؤسسه ميدي آم في بدايتها وفي بدايه مشواري حيث كان دائما الابتسامه ودائما ما لا يبخل علينا نحن ذلك الجيل بالنصائح وبسعه الصدر نقول مستمعينا انا لله وانا اليه راجعون ورزق عائلته الصغيره الصبر والسلوان. الزميل محمد الغول كان ايضا ممن عاشروا الرجل وكان قد اعد هذا التقرير حول وفاه مصطفى السبعي نستمع اليه. طالما منح سحرا خاصا بصوته الجوهري ولكنته المميزه لاخبار الرياضه على نشراتنا، اجيال من المستمعين تعودوا اقتناص اخر مستجدات الخبر الرياضي منه كل صباح. الدوره القادمه لبطوله المغرب ستحمل معها مواجهه قويه بين النادي المكناسي والمغرب الفاسي، هو واحد من رواد الاعلام الرياضي بالمغرب بمعنى الكلمه. أثر وأثر على مدى أزيد من عقدين من الزمن الساحة الرياضية المغربية بالخبر والنقد والتحليل يشهد له كل مجايله بالكفاءة والمهنية ارتبط اسمه بالعديد من المنابر الإعلامية الإذاعية والمكتوبة الوطنية كما الدولية وعلى رأسها إذاعة مينئة بيته وبيتكم سي محمد فال مستمعينا في المغرب العربي يودون التعرف على البطوله الموريتانيه مما تتكون الزميل الراحل مصطفى سباعي بمشواره الغني الذي تجاوز صداه الوطن اهله ليحظى بتكريم مستحق من قبل الاتحاد العربي لصحافة الرياضيه في حفل كبير استضافه مجلس ابو ظبي الرياضي على هامش الاحتفال بالعيد السابع للاعلاميين الرياضيين العرب بقدر ما كنت مسرور وفرح بالتكريم كصحفي رياضي مغربي كنت ايضا مسرور لكوني صحفي انتمي الى الجسم الاعلامي دمدين طنجه وهذا كان هو فخر لي وفخر للزملاء اللي تيعملوا في هذه المهنه في مدينه طنجه. كما سبق له وان انتخب رئيسا لفرع الجمعيه المغربيه للصحافه الرياديه بطنجه. حزانا نحن لفراقك، عزاؤنا فقط ان ذكراك خالده خلود مهنتنا وفي قلوب مستمعينا. اذا رحم الله زميلنا السي مصطفى السباعي واسكنه الله فسيح جناته طيب مستمعينا ننتقل الان الحديث عن مودته الحصه من برنامج ميادين وارحب بدايه بمن يرافقني في حصه اليوم بدايه بصديقي يوسف الشاطر يوسف اهلا مرحبا بك مساء الخير فؤاد مساء الخير لكل المستمعين الكرام ومعنا ايضا في حصه اليوم المدرب المغربي السي مصطفى الخلفي اهلا مرحبا بك مرحبا وبركه في راسكم شكرا شكرا لك بصفة أيضا الحديث اليوم أصدقائي حول منافسات البطولة الاحترافية إنوي التي تواصلت منافساتها بالأمس مصطفى بلقاء خلاله فريق اتحاد طنجة يمنى بهزيمة به جديدة كان ذلك من فريق الجيش الملكي بهدفين لسفر فريق اتحاد طنجة يمكن القول أنه دفع ثمن طرد المبكر لحارسه المجهد منذ دقيقة السادسة عشر في نهاية المطاف فوز جديد لفريق الجيش الملكي وا تقريبا المباراة يعني فيها واحد واحد القراءة سهلة وأن ان اتحاد طنجة غادي في واحد الطريق اللي مسدود والجيش الملكي يعني كاينه واحد الصحوة صغيرة اللي مهمة قبل ما يمشيو يلعبو العطور ديال ديال لاكوب دافخيك غنقولو انتصار مستحق لأنه ما انك تربح خارج الميدان ولكن الظروف ديال المباراه اللي غنرجعو ليها خلات على اساس ان فريق اتحاد طنجه يعني يهدي الفوز للجيش الملكي فوز مستحق لفريق الجيش الملكي مرة أخرى هل يمكن القول يوسف أن اتحاد طنجة يدفع ثمن يعني هذه حالة عدم استقرار التي يعيش على المستوى التسييرين على أن هناك لجنة مؤقتة يعني تشرف على تسيير شؤون الفريق ليس هناك لحد الآن أي مرشح للجمع العام القادم بعد استقالة المكتب السابق هل يمكن قولنا أن يعني المؤثرات الخارجية انعكست على اداء اللاعبين في هذه المباراة اكيد فؤاد ما نتابعه من فريق اتحاد طنجه على المستوى الرياضي هو فقط تحصيل حاصل لما يعيشه النادي على المستوى الاداري استقالة الرئيس عبد الحميد ابرشان ثم عاقبتها استقالة جماعية للمكتب المسير اليوم يستقيل رئيس اللجنة المؤقتة الفريق يعيش في نفق ضيق لا يبدو ان هنالك افق قريبا بالنسبة لاتحاد طنجه مستوى الاداري ما ينعكس كثيرا على ارضيه الملعب هذا الموسم الخساره امام الجيش الملكي بطبيعه الحال على المستوى الرياضي ممكن ان نتحدث عنها على المستوى التقني طرد الحارس سوء التحضير لهذه المباراه المعنويات المهزوزه للاعبين شيء ربما كان منتظرا بالنسبه لفريق اتحاد طنجه لكن على المستوى الاداري اكيد اننا امام بدايه موسم ربما كارثيه على المستوى الاداري قد تفرمل كثيرا من انطلاقة النادي وقد تجعله ينافس على البقاء هذا الموسم إذا لم يتدارك مسؤول المدينة بصفة عامة وليس فقط مسؤول فريق اتحاد طنجة رؤساء سابقين ومن يحبون هذا النادي أكيد الاتحاد إن أراد الخروج من الأزمة الرياضية والتقنية يجب أولا أن يخرج من الأزمة الإدارية فؤاد نعم والأزمة الإدارية مرشحة يعني أن تتفاقم في ظل هذا الحالة الضبابية التي يعيشها الفريق هذا الموسم تم صرف بعض المستحقات اللاعبين تم الوعد بصرف مستحقات يعني اخرى مستقبلا لكن ربما لن يكون هذا الحل الا بمكتب مسير الان يشرف على تسيير شؤون النادي في المقابل هل ترى سي مصطفى الخلفي ان فريق الجيش الملكي استعد بالوجه الامثل انه يرحل لمواجهه فريق شباب القبائل الجزائري في اطار اياب الدور الثاني لمنافسات كاس الكاف علما بان الفريق العسكري كان قد انهزم في الرباط في لقاء الذهاب هدف لصفر. اكيد يعني فريق الجيش الملكي هذا الانتصار غادي غادي يجعله انه يكسب ثقه من جديد باش ان شاء الله يحاول ما يوجد احسن طريقه لمباراه الاياب ضد الفريق الجزائري أه بون الظروف ديال المباراه ساعدت على اساس ان الجيش الملكي انتصر أه ما نساوش الخروج ديال الحارس في الدقيقه 15 ساعدت على اساس ان أه المباراه تكون اسهل مي ما نساوش بان فريق طنجه الى الى غنعاود نرجع لواحد القراءه التكتيكيه كنظن بان المدرب على حسب المباريات كلها اللي تلعبات في, في, في الاول ديال الشامبيونا كياخذ بزاف ديال لي ريسك كنظن بان ملي كتلعب بواحد ليكيب ا أه بي أه 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 من من لي كاليتي اللي عندها لانه أه سي كازوني كنظن بان اي فو بريسيو طول لي ادفيرسير لي لعبت دوم الوداد الجيش كاع الفروق تي تيخلصوا الضريبه ديال هذاك لومبيسيون ديال انهم يمشيو ويحاولوا ما امكن يضغطوا على الخصم كنظن طنجه كتبريزونتي واحد الوجه آه يعني شيء في الكره وكاين هذا ولكن لي كاليتي ديال لي ديفونسور ديالهم كيجعلوهم انهم آه آه بطاء بزاف ديال الاهداف آه هذا ما 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 دفع على اساس ان الضريبه ديال هذا الخطا وأن ان الحارس كياخذ حمراء. آه الجيش الملكي آه تعامل مع المباراه بواحد الطريقه يعني آه يعني تريز انتليجونت كنظن بان الرجوع ديال آه سليم آه كيعطي واحد الوجه خاص وكيعطي واحد آه واحد دفعه للهجوم ديال الفريق الجيش الملكي وكنظن بان رجع في لو بون مومون لان التوليفه اللي خدا مدرب الجيش الملكي سفان فان بروك جات في الوقت المناسب وكنظن بان تكون واحد الحافز باش ان شاء الله في الجزائر يكونوا بلوز امبيسيو بلوز انتربرونون باش ان شاء الله يمشيو يتأهلو في قلب الجزائر ان شاء الله ذلك ما نتمنى ذلك ما نتمنى صديقنا مصطفى الخلفي منافسات هذه الجوله السادسه يوسف تواصلت اليوم منذ قليل فقط انتهى لقاء مثير ومثير جدا بين فريقي فريق نهضه بركان وفريق اولمبيك خريبكا الفريق الخريبكي اللي كان سباق للتسجيل بشكل مبكر منذ الدقيقه الثامنه قبل ما تتحرك الاله الهجوميه ديال فريق نهضه سجلت اهداف جميله من قبل الموساوي والفحلي ودايو لكن الفريق الخريبكي يعود بقوه ويحقق التعادل ثلاث اصابات في كل شبك عشر دقائق فؤاد من الشوط الثاني كانت كافيه بالنسبه لاولمبيك خريبكا في ان يعيد الامور الى نصابها ويعدل النتيجه في هذه المباراه بعد التغييرات قام بها مدرب اولمبيك خريبكا عزيز كركاش خاصه باقحام لاعب المحترف البوروندي فيستون عبد الرزاق الذي سجل الهدف الثالث هدف تعادل في الدقيقة الثالثة والسبعين شاهدنا مباراة ممتعة شوط أول كان جميل جدا خاصة بعد فتح الفريق الخريبقي للمباراة بتسجيل الهدف الأول لكن نهضة بركان واصل على نفس النهج الذي شاهدناه في تونس وهو يفوز على اتحاد بن قردان في المنستير بهدف يوسف الفحلي مرة أخرى يسجل يوسف الفحلي بالرأس كما كان الحال في تونس والجميل أن هناك بعض الجمل التكتيكية التي يلعب بها فريق فريق نهضة بركان نفس الجملة سجل منها الفريق هدفين عبر لعبة جماعية على الجهة اليمنى بكر الهلال يغير للجهة اليسرى في المرة الأولى المساوي سجل الهدف الأول والهدف الثاني من يوسف الفحلي تقريبا نفس الطريقة سجل بها الفريق ما يعطينا فكرة أن هناك عمل يقوم به فلورون إبنجي على المستوى التكتيكي ليس ليس هناك عشوائية في الأداء بل عمل قاعدي يبنى عليه اللاعب حتى نصل لكي نسجل الأهداف على العموم مباراة ممتعة ربما أمتع مباراة هذا الأسبوع فؤاد نعم في انتظار بقية المباريات ربما تجيش مباراة تكون أحسن <applause> وأيضا الرجاء وفريق المولودية الوجدية اللي قال ينطلق بعد عشر دقائق من الآن شفنا مباراة كبيرة اليوم سي مصطفى الخلفي شفنا أيضا فريق اللي كيبدو كي مستعد للتنافس على الالقاب اللي هو فريق نهضه سبركان الكل كان كيظن ان ثلاثه لواحد نتيجه حسمت لكن كان هناك بعض التراخي من قبل لاعبي فريق نهضه سبركان كان هناك ربما استصرار للخصم اكيد يعني كنظن بان اليوم المباراه كانت شيقه بزاف استاد الاهداف كيتسجلوا في مباراه ما سهلاش نهضه سبركان هذه السنه كتقدم واحد المستوى يعني فوتباليسيك euh, euh, يعني رائع صراحة باش من نكونوا حقانيين يعني ايفانغي euh, بنت لا توش ديالو سيت اون ايكيب اللي كتلعب الكره كره شيقه يعني euh, حنا عارفين بان بركان كان دائما اون ايكيب بلوك سوليد مع تو لي زونترينور اللي دازو قبل مي مع ايفانغي كنظن بان يفول جوي او بالون يفول يفول اتر افوار بلوس دو بوسيسيون يعني euh, سا سا سو فوا ثلاثه لواحد كنظن بان بركان ادات الضريبه ديال لو ديبلاسمون لتونس باسكو سي في لي ديغنييغ مينوت فين فين ترجع لهم هدفين والتراخي اللي قلت عليها سي فؤاد يعني كان واضح لانه في العقليه ثلاثه لواحد بالنسبه للعقليه ديالنا دائما كتقول بان راك ربحتي المباراه ولكن المباراه ما تنتهي حتى يصبر الحكم هذا ما تمنعش بان اولمبيك خريبكا ما حضرش يديه بقاو غاديين يعني النسق ديالهم لي شونجمون دارو داروا 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 الخدمه ديالهم دخول ديال اللاعب المحترف ديالهم عطاه واحد ل... 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 واحد واحد انتعاشه و... وكنظن بانهم مشاو كانوا يقدروا هذا هدف رابع لولا يعني الحارس اللي اللي نقد كنظن بان صافي بليزير دو فوا بين ما كاين لو جو اوفر لتوت لي زيكيب كي حاولوا يلعبوا الكره وما يسدوش اللعب سي ان تري بون ماتش و جو بونس كو بركان هذا العام غتكون هت قويه وخريبكا خريبكا سي اون ايكيب اللي ما نساوش طلعت من دوزيام ديفيزيون باغا تحسن المكانه ديالها في بروميير ديفيزيون طيب يوسف لماذا نقول ايضا ان اولمبيك خريبكا نرفع له القبعه يعني في هذه المباراه فريق اللي يعني افتتح التسجيل بعد ذلك اللي كما ذكرنا ندرس بركان سجل ثلاث اهداف لكنه لم يستسلم ظل مؤمنا بحظوظه ظل مؤمنا بامكانياته والتغييرات كما ذكر مصطفى الخلفي التغييرات اللي قام بها المدرب عزيز كركاش اعطت الثمار ديالها اعطت الاكل ديالها وعرف كيفاش يعدل النتيجه على نقول تعادل تعادل بطعم الفوز بالنسبة لفريق أولمبيك خريبكا هو ثالث تعادل بالنسبة لأولمبيك خريبكا هذا الموسم الفريق يقدم مباريات جيدة لكن هناك مشكلة ما في أولمبيك خريبكا الفريق لا يستطيع إكمال المباريات بالطريقة التي يبدأ بها اليوم بطبيعة الحال لا أحد يشك أن نقطة ثمينة ونقطة من حجم ثلاث نقاط وكأنه انتصر لأنه يعود بنقطة مهمة من ملعب نهضة بركان نتيجة جيدة بالنسبة للأولمبيك تضعه في مركز 11 في بداية موسم صعبة ومتقلبة لجميع الأندية لكن هناك عمل مازال هناك عمل امام عزيز كركاش من اجل تصحيح بعض الامور خاصه على المستوى الهجومي يجب ان يسجل اكثر اذا اراد ان يفوز في المباريات الفريق فاز مره واحده هذا الموسم على اتحاد طنجه بهدف دون رد وهذا شيء لا يكفي بالنسبه لاولمبيك الذي يعود محملا بكثير من الطموحات بعد غياب عن الدرجه الاولى. هي باستمرار لموسم واحد فقط واستعاد اولمبيك خريبكا مكانه الطبيعي ضمن أندية الصفوة هل يمكن لهذا التعادل اللي هو في المقابل تعادل بطعم الهزيمة بالنسبة لنهضة بركان هل يمكن أن يؤثر على فريق نظبركان مصطفى خلفيش فريق بركان يعني فريق اللي مدجج بالنجوم نتحدث عن لاعبين بارزين في البطوله المغربيه لما نتحدث عن الفحلي عن المساوي عن مجموعه من اللاعبين الناجي العربي الناجي بكر الهلالي يعني لاعبين كلهم اللي عندهم تجربه وعندهم الخبره في البطوله الاحترافيه لكن هذا الموسم دعنا نقول ان البدايه ليست كما يرغب فيها كما يرغب جمهور الفريق نتفق معك لانه كيف ما كان الحال فريق نهضة بركان ما تيخسرش وما نساوش بانه ربح ربح مباراه مهمه كنظن ضد الرجاء مي لا كاليتي لا كيف ما قلت يا سي فؤاد كونت اون ايكيب ا بوكو دو كاليتي في لي بيرسونيل في لي جوور وعندك ان فون جو اللي تقريبا يعني مازال غادي 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 طور لانه ايبنغي الله بدا مع مع بركان كنظن بان لا خوف عليهم واللي اللي كيثير الانتباه وكنظن بان حنا راه كن كمتابعين تنشوفوها الاغلبيه ديال الفرق اللي كيكونوا كيلعبوا لا كوب دافريك هاد المباراه اللي كتجي الوسط دائما كيكون واحد التراخي لان دائما كيبقى يعني الدهن شغال على اساس انك كتوجد لو ماتش روتور ديال الكأس دافريك سي ان ماتش تري امبورتون لان بركان كيف ستكون فيرمي لا فيكتوار اللي جابت من تونس ولو فواياج باقي كنظن في الاذهان ثلاثه الواحد كيف ما قلنا قالوا بان ربحوا باسكو جو بونس كو, كو بحال تقول شفتوا لانه عند بالهم بان المباراه تربحات اي ايه غالبا دائما في الاذهان كتفكر في لو ماتش ريتور كتعرف بان لاكوب كوب دافريك اللي كيكونوا فرق كبار عندنا في المغرب كيكونوا حوافز كثيره تتكون قيمه كبيره تيكونوا لاعبين كيفكروا كوم انترناسيونال لان هذه المباريات هما اللي كيجعل هاد اللاعبين كيمشيو للمنتخب وتيربحوا حوافز كيربحوا دي بريم دونك كنظن بان العقل ميم كانوا كانوا ربحوا ما 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 خلصوش المباراه لان هاد المباراه جوج نقاط كنظن بان يقدروا يندموا عليهم بركان بالفعل ولا نقاط اخرى تم يدارها مع بدايه الموسم، على اي نحن في بدايه موسم يعني ولا زال هناك الطريق شاق وطويل نحو يعني مرفأ الوصول بالنسبه للفرق الطامحه للتنافس كما ذكرنا على الالقاب. طيب المنافسات يوسف ستتواصل بعد قليل بعد حوالي ثمان دقائق من الان في لقاء بين الفرق بالبدله الخضراء بين المولوديه الوجديه والرجاء البيضاوي، لقاء تقريبا دي يعني بين قطبين من اقطاب الكره المغربيه فريقين عملاقين للبطوله الاحترافيه منذ سنوات عديده لقاء يعد بي بالكثير بين فريق مولود وجده اللي في الدورات الاخيره والرجاء اللي كان نهزم في اخر دوره في عقر الدار امام من فريق ناز بركان ومدعو انه يتصالح مع الجماهير لان الجمهور يرى بان الفريق لا يقدم ذلك العرض الذي يطمح اليه. الفريق رغم انه فاز امام يعم. أويلرز من ليبيريا يعم. في مباراه ذهاب الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا الا انه لا يقنع وهناك انتقادات كبيره للمدرب التونسي لسعد الشاب حول اداء الفريق بعد الغيابات التي يعاني منها الرجاء على غرار عبد الاله الحفيدي ستؤثر شيئا ما على المستوى الهجومي للفريق لكن هناك عودة حركاس لخط الدفاع يبدأ المباراة بشكل أساسي إلى جانب عودة أحداد إلى مركز المهاجم الأوسط شيء جيد بالنسبة للمدرب الاسعاد الشاب أن يعني يستعيد بعض العناصر الحيوية في الفريق مع وجود بن حليب ومحسن متولي لسوء الحظ بداية الموسم لحسين الرحيم التي كانت جيدة تراجع شيئا ما أثر أيضا على الأداء الهجومي لفريق رجاء لكن الفريق قادر في مباراة اليوم على تقديم وجه جيد وشيئا ما يمحو الصورة التي رافقت مباراة نهاية الأسبوع الماضي على الجانب الآخر مولودية وجدة يفتقد لدياكي في خط الهجوم يفتقد ليوسف أنور الفريق كان يعيش أزمة ومازال يعيشها على المستوى المادي بسبب عدم توصل اللاعبين بمستحقاتهم المالية وهذا يعيق كثيرا المدرب الجزائري نبيل نيغيس على الأقل في شحن اللاعبين على المستوى المعنوي لان نعرف ان ما يجري خلف الكواليس يؤثر دائما على رقعه الملعب لكن في اعتبار او نضع في اعتبارنا القوه التي يمتلكها بعض العناصر في المولوديه والرجاء نحن امام مباراه مشوقه قد, قد تنسينا فؤاد مباراه نهضه البركان وفريق اولمبيك ربما يوسف نديروا واحد المسابقه في <applause> نهايه اي دوره نختار ما هي المباراه التي كانت أكثر تشويقا أي الآن بالنسبة لهذه الجولة دعنا نقول أن لقاء نصر بركان اولمبيك هو اللقاء الذي كان أكثر تشويقا بالنسبة لك سي مصطفى الخلفي الرجاء يعني يحتل الان المركز الثالث في البطوله بفارق نقطتين عن المتصدر دفاع الحسني الجديد كما ذكرنا الفريق حقق مجموعه من الانتصارات بدايه الموسم انتصارات بالرغم ذلك لم تكن مقنعه وكانت الهزيمه امام نادي بركان في الجوله الاخيره الفريق مدعو يعني انه يستعيد التوازن ديالو دائما امام فريق من منطقه الشرق امام فريق من وجدة فريق الرجاء دائما كيبقى فريق آه عنيد وعتيد وقوي آه ومولودية وجدة يعني سمع على واحد البدايه ديال البطوله اللي يعني جد جد محترمه لانه ربحوا مباريات في واحد الوقت اللي كانت عندهم ظروف صعيبه الكل كيعرف كاين مشاكل ماديه ويعني عند الفرق كثيره ولكن وجده هي اول فرقه بدا في هذه المشاكل الماديه وكنظن مازال ما تحل حتى 100% كاين واحد لا ديناميك الجروب مزيانه تما ما ساهلش تربح المباريات انا اللي كنعرف هو ان بركة وجده باقي ما عندهاش ان افكتيف كومبلي الى الى كيعرف الجميع باقي ايزون ايزون ان بوزوان في لاتاك سورتو سنترال عندهم كيتي بليسي مي كيربحوا كي كيربحوا نقاط وهذا يعني بون اوغور Il y a deux saisons de suite qui s'allient au cinquième. C'est une équipe euh, qui ne baisse jamais les bras. Euh, Raja, je oh, ne sais pas si tu as eu du mal à te voir. Raja, je ne sais pas si tu as eu du mal à mais je sais que tu as eu du mal à te voir. Je ne sais pas si tu as eu du mal à te Il y a beaucoup de blessés. À part Mithoui, on en

باش تكمل باش تكون تنافس على البطولة غيكون غي هذا الموسم صعيب بالنسبة للرجاء لأن ما لاعبين من طينة ديال مالونغو ولا الرحيمي بالفعل الرجاء اللي فرط في لاعبين محوريين هما بين مالونغو واللاعب سفيان رحيمي العناصر القادمة أو التي يعول عليها لتعويض هذا اللاعبين ليست من نفس الطينة شكرا لك جزيلا صديقنا مصطفى الخلفي على التواصل ديالك كنت ضيف معنا اليوم في ميادين. شكرا ودائما هذا جران بليزير سي فؤاد وشكرا للمستمعين ولسي يوسف شكرا سي يوسف هذا من عند سي مصطفى الخلفي بس تفرجتش مصطفى الخلفي لا للاسف <applause> <ليه> للاسف <applause> بالفعل انه كان لاعب كبير وكبير جدا شكرا لك مصطفى شكرا